ويبقى معنا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي الذي ينضم إلينا من القدس. زياد أهلا بك معنا. إذن أبدأ معك من حيث انتهيت في هذا التقرير، هذا المشهد، وبعد وعلى الرغم من تحرير 4 أسرى خرج الشارع بعشرات الآلاف ليقول أنه يريد لهذه الحكومة أن تقبل بصفقة لتبادل ما تبقى من الأسرى. هل يقطع، ما الذي يقال حول ذلك؟ هل يقطع ذلك الطريق على نتنياهو لاستغلال هذه العملية في مزيد من المراوغة وعدم القبول ربما بالصفقة؟ لن يثنيه عن استمرار المراوغة ومحاولة التهرب من استحقاقات صفقة تبادل شاملة مع حماس، وذلك كي يبقى في كرسيه عمليا، لأن بن غفير وسموتريتش أوضحا بأن الحكومة ستسقط وبمقدورهما أن يفعلا ذلك. ولهذا يعتقد في إسرائيل بأن نتنياهو سيحاول في الأيام المقبلة تكرار الحديث عن الضغط العسكري وجدوى الضغط العسكري، لكن في خلال يوم أو يومين سيضمحل الاهتمام بما حدث أمس في قطاع غزة. سيقلبون هذه الصفحة ويعودون للواقع الذي رأيته بالأمس خلال عشرات الآلاف الذين تظاهروا، انطلاقا من الفهم بأن إطلاق سراح 120 أسيرا إضافيا على الأرجح لن يتم عبر عمليات عسكرية وإنما من خلال صفقة، لأن الأسرى الذين أطلق سراحهم أكثر من 130 أطلقوا من خلال صفقة تبادل. إسرائيل فقط استطاعت خلال 8 أشهر أن تصل إلى 8 أسرى أحياء. نعم. وفي ذلك ربما دلالة على أن هذا الأمر عمليا قد يكون شبه مستحيل. نتنياهو يقول بأنه سيستمر في عمليات مشابهة لتحرير الأسرى أو طرق أخرى. هل هناك حديث عن كيفية أو شكل هذه الطرق الأخرى؟ هل كلها طرق عسكرية أم هنا يشير ربما إلى المفاوضات؟ لا، الطرق الأخرى هي يقصد بها ولا يريد أن يعني أن يلفظها بشكل واضح، وهي قضية صفقة التبادل. هذا هو المقصود، الطرق الأخرى، الطرق السياسية، التوصل إلى اتفاق عمليا شامل. هناك الآن ضغط هائل على نتنياهو وهذه الحكومة. رأيت الضغط في الشارع الإسرائيلي حال غليان، وزراء مجلس الحرب يؤيدون صفقة، الجيش الإسرائيلي عمليا وكل الأجهزة الأمنية تؤيد بشكل مطلق الذهاب إلى صفقة تبادل شاملة مع حماس حتى بثمن وقف الحرب بشكل أو بآخر. يقولون يمكن استئناف العمليات العسكرية في أي لحظة كما نفعل في الضفة الغربية المحتلة. المشكلة السياسية في إسرائيل في هذا الموضوع. بالإضافة إلى ذلك هناك ضغوط هائلة دولية. الوزير بلينكين سيصل غدا لإسرائيل، والولايات المتحدة تريد تمرير قرار في مجلس الأمن يتبنى عمليا الصفقة التي عرضتها حكومة نتنياهو للتوصل إلى صفقة على حماس. 17 دولة أيدت هذا الموضوع، وبالتالي هناك الكثير من الضغوط تجاه هذه الصفقة حاليا في كافة الاتجاهات. السؤال هو لمن سيخضع، لضغوط من سيخضع نتنياهو في المرحلة المقبلة لهذا الضغط الدولي، خاصة الأمريكي الذي يدفع بالموافقة على صفقة، وأيضا ضغط الشارع، أم الضغط الذي يشد في الاتجاه المعاكس، ضغط اليمين المتطرف في إسرائيل؟ ربما تكون الإجابة في أمر مفاجئ سأقوله لك. عندما اندلعت الحرب في 7 أكتوبر الساعة 10 صباحا، نتنياهو كان ما يزال في بيته بمن اجتمع الرجل، بدلا أن يجتمع مع قادة عسكريين كان مجتمعا مع مستشاره للشؤون الحزبية، بمعنى كان يريد أن يفهم ما عليه أن يفعل كي يحسن وضعه الداخلي في الرأي العام الإسرائيلي في يوم الحرب ذاته. ولهذا يقول مراقبون كثيرون في إسرائيل بأن نتنياهو عمليا دأب على هذا الموضوع، محاولة ربما التوجه إلى القاعدة الشعبية اليمينية أكثر، وهو ما يعنيه في نهاية المطاف. وهذا الاتهام الأساسي من قبل جانس وآخرين لنتنياهو، بأنه يفضل الأمور الشخصية
البقاء في الحكم على المصلحة العليا لإسرائيل. هذا هو الاتهام الأكثر رواجا في إسرائيل إعلاميا وسياسيا لنتنياهو. فيما يقول هو أن الأمور يجب أن تسير باستمرار الضغط العسكري، لأن التوقف عبر الصفقة مع حماس والذهاب إلى وقف دائم لإطلاق النار يعني بأن إسرائيل عمليا تقول بأنها خسرت الحرب ولم تحقق أي من الأهداف، لا الأسرى ولا قضية القضاء على قدرات حماس. بيني غانس قال هذه العملية هي إنجاز صغير، وبالتالي ما المتوقع، ما الذي يقال حول التحرك القادم من بيني غانس؟ خلال يومين سيتضح الأمر. أعتقد بأنه سينتظر الوزير بلينكين، يريد أن يفهم إن كان هناك فرصة بجر نتنياهو إنجاز التعبير إلى صفقة تبادل وربما وقف هذه الحرب بشكل أو بآخر والذهاب إلى أمر استراتيجي أوسع في المنطقة، أو أن الأمور ميؤوس منها من ناحية نتنياهو أنه لا يريد لا صفقة ولا أي شيء آخر، وعندها سيستقيل الوزير غانتس. هو أجل ذلك ربما بمشورة أيضا من مقربيه، لأنه تخيل أن يعلن استقالته في اليوم الذي يعلن عن استعادة 4 أسرى أحياء في إسرائيل والاحتفالات، لا أحد كان سيلتفت إلى قضية الاستقالة، وبالتالي ربما يختار وقتا يكون فيه الاهتمام الإعلامي مشدودا تجاه هذا الموضوع تحديدا. شكرا جزيلا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، كنت معنا من القدس.